عليكم. مرحب بيك، تفضل. قوم على هيلك يا كيف عاطف، حالك اخبارك يا عفوا اخي؟ يا رجل. يا اخي والله انا ما بفهم في السياسه ولا الله قال، لكن دار اقول لك كلمتين بس. نعم. انا والله شفت لا بنحاز العرب لا بنحاز دارفور لا للوطن بس، عرفت؟ اول الزول الهسي كان طيب، بيتكلم بيقول جنجويت من فعلى تدمول غاز وما ظهرت كده تدمول، يعني. برافو، تمام. ده ما عنده موضوع. بس ما تاني والله الحاجه اللي يعني اللي بتوجع، ما الحاجه اللي بتوجع واحد يجيب لك كلام من راسه ساكت كويس. الناس كلها البقاء شنو الحصه وطن الله يفايتيه ده كله، ما شفته واحد بيقول لك كلام وما عارف ما عارف معناه وشنو ذاته. واحد نمره اثنين بعدين هس يعني. يقول ده، لا خذ راحتك. هسي 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 تعرف مشاكل دارفور؟ الهسي المشاكل المدوره في الجنينه دي، يعني دي اصلا ما بتوصل حل للسودان، ما في حل. انت من ايه الناس دي منطقه يا لما اخوي؟ طلع، انا من ودبندا من كردفان من النهود. يا اهلا وسهلا والله، ده محل الكتالوفوج وخليل. ايوه سلك يا انتوا محمد. متهمين انتوا متهمين بقتل خليل. والله انتوا والله جنجويد ولا ما عارف، انتوا جنجويد ولا مؤتمر وطني ما عارف، انتوا ذاتوا قتلتونا لنا 10 زول هنا. هاتوا يا الله، لا جاب باقيكم. تفضل. يا اخي انا اللي خشيت عليك، ما دار انك تقول لي انتوا قبيلتكم الفلانيه سوت وانتوا قبيلتكم الفلانيه. والله انا ما دخلني ما لك قلت الكلام ده. انا شفت، انا لو دارت اطلع عيني بس قول لي القبيله شفتها. لو هسي والله المفروض انا ما اجاوبك على كلامك ده، لا لانك قلت لي انت من وين، لان انا سوداني. لا لا يا اخوي، والله مثاليه ما تجيب والله حقها. المفروض ما احنا اجاوبك. قاعدين نتعرف، يعني ده تعارف، باعتبار انه تعارف يعني. وجعلناكم شعوبا يا اخي وقبائل خليل، الله يا اخي يتعارف. خليل، يا اخي خليل ده، خليل ده كتل النظام البايت. لما خليل ده نعم. جود باندا وجم درمان، ان احنا اللي قاعدين نهلل ونكبر له ودخل، عرفت كيف؟ ولاما خسر وخسر وكثير. وانا المعاق ده اقسم بالله العظيم بين طريق ليبيا والسودان، والله العظيم انا لقيت خليل ده شخصيا، خليل شخصيا لقيته، وبعرف ناس كثير من اولاد زغاوه ديل كانوا معانا في ليبيا هنا، وانا حاليا في ليبيا بعرف اهلا وسهلا والله، الاغلبيه من اولاد زغاوه ديل. اصحابي كلهم اهلا اولاد وسهلا زغاوه في بك. سوق الثلاثه هنا، ممكن اسميكم لهم واحد اسمه علي وعلي بجالون وزكريا ومحمد ادم، ممكن كلهم بسمعوا في كلامي ده بعرفوني تمام. يا اخي تحياتنا انا لهم زول كلهم يا حمري اخي، اصحابي اولاد زغاوه، اتمنى دائما كلام جميل. تكونوا كده كلكم سودانيين، وده كلام كويس. ده انا ما موضوعي، انا ما موضوعي، ده ما موضوعي اصلا. اتمنى انا موضوع هم ما يهزموك، لانه هم اهلك ديل قتلوا خليل. اتمنى ان هم ما يبقوا ولا يزروا وزارة وزر اخرى، يعني هم ما يهزموك على الشيء اللي حصل ده خليل يعني. ده ما خليل ده في النهاية ما قتلوا مواطنين، خليل ده ما قتل، خليل ده قتلوا طيران، قتلوا النظام البايض، ضربوا طيران يا زول. نعم، ما بمزح عنده معك علاقة على وغير العموم. كده. انا ده زول، اسمعني جاي، ما دامك جابت لها قبلية، انا ده زول حمري. حياتك سمعت حمر يا دي؟ اهلا وسهلا. افات وعمل اهلنا وشكل اهلنا وقتل ونبذ وعمل طوربورة وهناك وكلام زي ده؟ اهلنا ما في اهلنا والله، ما في اهلنا والله، اهلنا، نحبهم يا جدا اخي. والله. انا الحاجة المحرقاني يعني الحركات بتاعت دارفور شباب الكثيرة. بديك دعوة انا المعاك ده والله الكلام. ودي العمدة، اسمعني جاي، انا ده ودي العمدة، اهلا وسهلا، ودي العمدة، اسمعني جاي، لكن ما عندي اهلا علاقة وسهلا بك. ما عندي علاقة بالسياسة، انا زول فنان عازف بس. يا اهلا وسهلا والله. لا انا هيت بتاعت خليل والله، هيت بتاع اي قاعد بمزح معك يعني. لا لا انا ما قاعد هاي فيه والله شفتها يعني. برنامج مزح، عارفك هاي. يعني انا اعمل فيه ود دمي خفيف وكده يعني، انت افهمني، لا لا ما لا تعصر علي. اسمع، انا بالمناسبه انا قاعد اتابعك كثير، وانا من الذي ما خلقني اول مره اطلع لايف، من قمت في الميديا دي. يا سلام انا يا والله سلام ما حصل يوم طلعت لايف وتكلمت، بس قاعد اشاهد واعلق وكلام زي ده. حتى شايف سلام البروفايل بتاعي عود، البروفايل بتاعي عود، داري اغني لك اغني لك، ما عندي مشكله. يا سلام يا دول، انت لازم تيجي خلينا تغني لي نمر، في ارسي، حرام الرجال ده، انا وعدتك لازم تجيني. انا وعدتك والله يا اسي، شفتك اكتب لي رساله في الخاص هنا، ممكن بس ارسل لك اغاني كثيره جدا جدا، وعازف عدادك بتاع عود وعازف بتاع اورجان واشتغلت كثير جدا. لا العدادات كيف والله يا ما معلم؟ عندك مشكله، ما عندك مشكله، تمام لكن انا الحاجه المع... تمام الحاجه الحاجه الموجعاني الحاجه الموجعاني ها واحد واحد اول اتهادي دارفور صراحه، يعني بالنسبه للنظام البايت، انا بقول له، ما انا بقول القبائل الدارفوريه، انا بقول النظام البايت هو القرص الشيلة في الناس، يعني نعم جاب صحيح. الجهويه والعرقيه وجاب يعني الناس عشان تتخلص من البرنامج ده، دار له زمن طويل.
يعني نعم الناس صحيح. ذكرت فيهم انت شيخك منو وقبيلتك مني والله العظيم انا عايش مع الناس هنا، اقسم بالله العظيم قبلي كم سنه حتى عرفوني انا قبيلتي شنو وانا منو ذا. الشباب هنا، الشباب هنا في التعليقات قريب بيكتبوا انه انت بيعرفوك وزول ممتاز وما في كلام يعني. يا اخي والله العظيم انا قلت لك كلام زي ده ما عندي، وصح كنت في يا الطياره سلام يا وغنيت اي حاجه، كنا بنحلم بوطن واخيرا جونا الجنجويت، والله العظيم ده اقول لك حاجه الدنيا دي ما خسرها الا الجنجويت، نعم عرفت كيف؟ صحيح. طب الجنجويد يا والله اخي الا الجنجويت. لكن المفروض من مش من المفترض انه اولاد دارفور وشباب دارفور دي الناس تتحد، برنامج قبيله ده عليك الله حوله، حولوا برنامج القبليه دي، نعم، لان اقسم شكرا بالله لك، ممكن تخط السودان دي، ممكن والله شكرا ممكن تخط لك. السودان ده اقسم انا بالله تحت البند السابع، اسمعني جاي، السودان ده يخط تحت البند السابع، تطلع لا دارفور لا شماليه لا جنوب لا شمال، اقسم بالله قدرت تودونا في 60 نعم داهيه يا اخي، يا اخي قول شكرا للشباب حبيبي تعرفوا والله. النبي ده تودونا في 60 داهيه يا اخي، حرام عليكم يا اخي. ذهبية، الرسائل ماسية والله العظيم. أشكرك كثير، وأنا والله الليلة وعدت أنه أدخل كمية من الناس، وأنت زي ما وعدتك بس خفف العدادات شوية ونتفاهم. تحياتي لك كثير يا لا قمر دياب. انا ما قاعد اشتغل بعدادات للناس اقسم بالله، انا اصدقاء انا زول بطل ما قاعد اشتغل بعدادات، انا زول خيري تحيات والله، بطل ما في كلام والله بطل. والله. ممكن اسمع انا ممكن ارسل لك شفت بس اديني رساله فوق الخاص هنا وقت ما زارت على حبيبي حفلتك انا بجيك تمام، ابشر والله، هاي، قدامنا وانا قال طوالي هنا انا تعرف وقتك الا تغني لي انت كمان. ابشر والله العظيم والله، والله ابشر والله ابشر، حبيبي والله، وشفت قدام بس. يعني هسه ده في لايف ما في داعي للخصوصيات، لكن لا لا لا، نتمنى نتونس الناس في الخاص، تتحد، خاص في الخاص نتمنى الناس تتحد شفتها، ذاته. ودارفور تطلع زي زمان عرفت كيف، ونمشي واحد يوم زمان بنمشي ونمشي معلش. يا كومرك انا امس فعليك الله الطاهر يخليك ده، ناس اسمع اسمع يا انت كومرك كلمه واحده كلمه واحده، اي انسان خش لك في خش لك في اللايف هنا بيتكلم على العرقيه والجهويه ونحن مساليت ونحن بلوك طول، خلي الناس على الاقل تتكلم يا اخي مبروك في قضيه بتاعت الوطن مبروك يا اخي. مبروك، شكرا لك يا اخي، شكرا لك تشكر يا اخي، حبيبي، شكرا لك لك يا كومراد يا قدام. تسلم تحياتي يا شباب الناس الجبيل، الاول مقدمين دعوات وينه؟ تمام. ناس والله العظيم، ما انا ما اعرف. كريم انت شكلك جيد جديد والله، ما عظيم كريم انت شكلك جيد جديد والله. انا جبيل ضربت لك تليفون، انا جبال وانا ضربت لك قاعد تليفون. اضرب يا كامل، اي انا قاعد اضرب ليك وانت ما رفعت بالمناسبه، انت جيت جديد، ما مفترض ندخلك والله. المهم يا كامل انا ما قاعد ما جيت جديد جبال، انا بس معي لما قاعد تقول طيب انه انا هضرب لكريم وكده كويس عشان ما اي تروح من الناس تقول انا ما جديد يا زلمه. اولا بقول يا كامل كلام اللي قاله ملك ده كله صحيح كويس، كلام اللي قاله الزول الجبيل تتخالط معه ده يا كامل، ارجوك عليك الله انت اولا دار تطلع لايف شيل معلومات وتعال نتكلم، ما تجي تقول تمام. الناس ساكت تقدر وسين الناس ولا عندك الغلط وين؟ معلومات الغلط ولا وين؟ عندك اي حاجه غلط، تمام انك قاعد الغلط تقول وين؟ انا خلاص خليني اوريك الغلط وين، غلط انك قاعد تفضل. تقول في معلومات، معلومات انت قاعد تقول فيها معلومات مغلوطه كويس، ابتداء وجاته من معلومة بيت يا ون اي معلومه جيت انت قلته هنا ما صحيح ما تتكلم ساي يا زول، جيب اثبات. ما كويس تتكلم ساي يا كوم ايوه يا زول، كويس يا زول ما خليني اثبت تتكلم لك، ساي. طيب هاي خليني جيب اثبت لك معلومة، اول جيب معلومة. خلاص انت بدك دار معلومه، هاي اولا الحرب الداير في دار مساليد ما بين مساليد وعرب اولا بالاول كويس، تعرف بين الكلام شنو ده وشنو؟ كله بين شنو بين وشنو؟ حرب اولا حرب سياسي كويس، حرب سياسي ودار بتابع قبلي كويس، ممكن دليل شنو؟ في جهه أدينا ها دليل. دليل دليل شنو؟ هاي دليل انه دليل انه كل القبائل بتاعت الترك القاعدين في دار مصالح قاعدين يعانوا، انت هسي بشكلك ده لو قاعد في الجنينه اليوم يجي عربي يفرزك انت يخطك هناك ويقتل مصالحاتي بيتبعك شنو يعني، وبعدين لا المصالحات انت يا كامل انت جيب اهلك بروف. دقيقه خلاص دقيقه اوريك، انت اهلك القتلوهم يا كامل لو ما دول ما بيعرف دول قاعد تقول لي تعرفوا كيف قاعد تسال الزول ده، انت لو ما بيعرفوك الناس دي كتلوك عشان وقتك في وشك هنا زغاوي ولا مصالحاتي ما كتلوك عشان شكلك عشان ابيرنس بتاعك انت كويس، انت تتكلم عن الجنجويت ولا تتكلم عن الحرب الهسي دايره في غرب دارفور بتكلم عن الجنجويد وبعدين يا كامل انا يا زول؟ اسمع دقيقه دقيقه اسمع دقيقه الثياتر كويس يا اخي، اسمع خليني اتكلم يا زول. انت هسي ما قاعد تتكلم لك ساعه يا زول، خليني اتكلم. طيب اتفضل انت هسي انت انا ما ده سؤال الجبال اديته للود اللي قبليك ده، او كويس اللي قبلك، اي اللي قبلك قبليك.
انت قلت يا اخي كلام كلامك ده الجنجويد كانوا ما بيفرزوا ده قبيلته كده ولا كده بيقتلوا، انه انت بتتابع القبائل الزنجيه. لكن انا هسه قلت لك انه الشيل ماشي في غرب دارفور ده تثبت لي انه ده الجنجويد. كيف انا الشيل بيعرفوا ديل يا اخي ده العرب انه مشكله مع المصاليت والكلام ده معروف وان دي ادله. لا 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 انت كلامك ده ما الجنجويد صح، تثبت لي انه ده ما الجنجويد صح كيف؟ كلام. طيب انا بثبت لك اولا بالاول يا كامل، الجهه الرسميه بتاعت المصاريف كل الكوميونيتيات بتاعت المصاريف يعني يطلعوا يقولوا انه ما في مشكله بيننا وبين العرب كقبيله. اوكي؟ العرب انفسهم برضه قاعدين يقولوا انه ما عندنا مشكله مع مصاريف كقبيله. كويس؟ جيب حاجه دليلك وانو ثانيه قالوا وين؟ جيب دليلك ها؟ قالوا كلام ده وين؟ جيب انت دليل قريت ما تتكلم ساكت. يا اخي ما اصلا اوريك، انت قريت بيان بتاع هنا بتاع رابطه ابناء مصاريف؟ ما قريت يا دول ولا قاعد اقرا يا طيب دول، ما انت قريت جيب لي عشان كده دليل. انت ما عندك معلومات تيجي تتكلم لا بقى انت بتهري اصلا يا اخي. انت اسمعني معلومات دقيقة دقيقة يا كومرد يا ما كومرد عندك يا كلام اخي ثاني، دقيقة يا كومرد عندك دقيقة. معلومات لا ولا واهلي ولا انت جيب لي هسه جيب لي دليل، جيب لي فيديو، اي جيب لي اي كلام انه يا اخي العرب ديل قالوا ان احنا ما عندنا مشكله مع المصاريف، عندنا مشكله مع كل القبائل هناك. جيب بس جيب، شيل تليفون من الشباب القاعدين، شيل تليفون من الشباب القاعدين، يا كمال الشباب القاعدين وراك ده شيل منهم تليفون يا كامل كامل كامل. المسألة يا مسألة اخوي. لا كامل ولا كمال اخوي، انا مسألة بسالك سؤال اديني مسألة يا اجابه. اخي. ايوه انا قاعدين كده اصبر يا اخي، كلام ما يبقى كلام ساكت، كلام يبقى بقى الله يخليك، كلام ما اولا يبقى كلام ساكت. اولا خلاص اصبر. طيب اصبر اوريك اولا من اول، انا قاعد اوريك جهات تفضل. رسميه. اولا الرابطه بتاع مصاريف ده جهه رسميه، السيد الوالي، سيد الوالي جهه رسمي، والي محمد الدوما رسمي ولا ما رسمي؟ رسمي الرسمي صح؟ نعم اولا من اول قال